أشواق جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. حتى شي حاجه. وكان ديك الساعه كانت واحد الاراده، وكان اللاعب اللي كيدخل مع الفريق ديالو كان كيعطي كاع اللي في جهده، وديما كيبغي يتمنى يربح، يبغي ينتصر. وهذا الجيل ديال دابا، كاينه دابا الكره، كاينه الفلوس، والامكانيات كاينه موجوده. كانت البريم كاع ما كايناش، كاع 2500 كاينه، 6000 كاينه، تال هذيك عاد طلع في 6000 وهي غاديه. ما دابا راه كلشي ولا موفر، وكلشي هذا، غير اللي ما بغاش يلعب الكره هذا الوقت هذا. واش غنقول لك دابا، ملي هو كيتعطى على الماتش الاول شي مني حد كاس افريقيا، كيبغي ديما انتصار، ما كتبغيش تتعادل ولا تخسر ولا هذاك الشيء. ماشي بحال هنا، كانت عندنا هنا تورنو، كانت تورنو صعيبه، فافراقي اللي دازوا فروق اللي صعيبه، يعني السودان بحال الجزائر، بحال نيجيريا، بحال مصر، بحال لاغيني، كانوا فروق صعاب. ايثيوبيا اللي كانت منظمه كاس افريقيا، وزعما ونتمنوا لهم التوفيق. هذا رساله من بابا المتوج بالكاس لهذا الجيل، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله في هذه الماتشات اللي باقيين ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في شان يوتيوب وتبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.